خير لا تنتهي حتى وأن ألغيت موائد الإفطار السنوية، إلا أن همام هؤلاء الشباب أبدلت هذه الموائد بفكرة أخرى، وهو مبادرة فطورك يوصلك. هذه المبادرة هي تقوم على إيصال وجبات الإفطار إلى مقرات الإسكان الخاصة بالعمالة ولمن كانوا يستفيدون من موائد الإفطار. كما تشاهدون في الصورة، هي تجري هذه العملية بعملية متسقة ومرتبطة بتنظيم معين. يتم توزيع وجبات الإفطار بشكل مرتب، أيضا يتم الحفاظ على مسافة التباعد الجسدي، وأيضا كذلك تم تخصيص مسار خاص لكل فئة بحيث يضمن عدم التكدس أو الازدحام في أي من مسارات الإفطار. وجبات الإفطار يتم تحضيرها بشكل يومي ويتم إيصالها أيضا. قبل التوزيع يتم وضع العلامات الخاصة على الأرض وكذلك تجهيز الطاولات، بحيث تتم العملية بشكل متسق ومرتبط ومنظم. يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 10,000 مستفيد. علي الشريف، سكاي نيوز عربية، الرياض.